ومع قدوم العيد لابد أن نفتح دفتر الذكريات على ماض يتذكره الأجداد والآباء، واليوم نسترجع ذكريات شجرة الرولة التي كانت شاهدة على معظم الأحداث الجميلة. ميدان الرولة ليس مجرد نصب تذكاري لشجرة قديمة، بل هو مفتاح للذاكرة، حيث كانت ساحته ملتقى لأهل الشارقة والإمارات في الأعياد والمناسبات ومختلف الاحتفالات، وحتى عقد الصفقات التجارية وتجمع الشيوخ وجلسات السمر وكتابة الشعر. وهذا ما سرده لنا الوالد سعيد بوزنجال الذي يحمل ذكريات جميلة بين أروقة هذا المكان. 39 أو 40 كذي كان عندنا هنا هذه الروله، هي المشهوره عندنا. يجون اول فال يجون البنات هذيل من الفريج من الشرق ومن الغرب، وهذا كل واحد في قطه يجون يتمرحون هنا، يغنون ويسوون متلبسين من الذهب ومن يعني الى غايه قريب هذا الوقت يعني. بعدين تجي الخيل، تجي الخيل من مال الشيوخ، تجي من الفرسان اللي على الخير، اولهم حياه الشيخ مايد بن صقر، حميد بن صقر، راشد بن صقر اللي هو سلطان سالم الخميس. شجرة الرولة عاشت في هذا المكان أكثر من 200 عام، حيث غرست خلال النصف الأول من القرن 19 من قبل الشيخ سلطان بن صقر بن راشد القاسمي، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ عام 1978، حملت تحت ظلالها الوارفة ذكريات جمة. هذه من لقصيت من هذه شوف شو الرولة هذا، ومن هنا من السرق ومن كان جاي صوب الفلين منه الرولة مزينة، يعني أسم لا ما رولة كبيرة، ولا حقيقة رولة مجمع الناس كل يوم يقول لك توعدون الناس قال عند الرولة. وحتى اليوم نحن نبغى نصير مثلا نصير باطن نصير عمان ونصير زيد ونصير وين الوعد عند الرولة، اللي بي محشد جاي من دبي من حملين ولا شيء، حد من اهل ابن يلا جاب البيزات ولا بيش يعطي شيء، هي عند الرولة ونوقف ونشتغل وناكل والعالم فايح جاي الحمد لله. يعني ما كان الوقت وقتنا حلو. احنا الرولة كانت بالنسبة لنا، شفت مهرجان تسوق اللي حاليا احنا عايشين، يمكن اول مهرجان تسوق على مستوى الخليج، يعني اذا ما ذكرت الواحد قرا كثير، فهو يعتبر اول مهرجان تسوق لنا يتجمع شوف من اهل الامارات كلهم. بعدين تعرف يعني حتى شفت مش الباعة الجائلين اللي يكون جايين، لا هم دائما يمكن يحضرون في خلال رمضان او حتى قبل العيد الكبير على اساس التجمع تحت الرولة، فتحس كانك انت عايش في مهرجان تسوق على مستوى كبير جدا، لكن طبعا على مستوى دولة الامارات، لان يجون من ابو ظبي من الشارجه من عمان من مقاولين. ونظرا لأهمية المكان قامت بلدية الشارقة بتطوير الميدان وتحويله إلى حديقة غناء تم تصميمها على الطراز الإسلامي، تكسوها النقوش والزخارف لتضفي مزيدا من البهاء والجمال على طبيعة المكان، ليبقى متوهجا بالموروث الثقافي والحضاري الذي كان شاهدا عليه عبر الزمن. هذه الشجرة العريقة تمثل صفحة من صفحات التاريخ الراسخة في عقول الآلاف من سكان الإمارات بشكل عام وسكان الشارقة بشكل خاص. لأخبار الدار محمد رمضان، ميدان الرولة الشارقة.